لنا في دقاتنا وحبيبه وين نخملوا ليها وين نعاونوها في سبيل الله وين ندر اجر وين هي السيده ما خلاتناش ما مسكينا ما قالش شي واحد يعتني بها دابا ولد دار كل شيء يعني كتب دار وراضي وطوقي نخلي ليها ما مخيله راه مخيله وانت كتب من المسكين وقفوا معاه مسكين السيد زين تاعي ما عنده شي مهمين تهلا فيها ما يخلاش تلقى مسكينه تقرفز كتبقى فيكم هاد السيده هادي كتبقى فينا بزاف بقات فيا انا ألمت مني شفت علمت حنا بزاف السيده بقاو عمو ما كانوا في سنعنا كنا نطلب من الوليدات اللي عندهم شي ميمات الله فيها خويا تعذبت عليهم وتكفصت عليهم باش حتى هي ولات تقدر وكنطلبوا من الله تبارك وتعالى يحسن وقوع السيده ما عرفتش كاين حالتها ما انت جابتهم جيرانها بقات فينا مسكينه بزاف ودابا انا غادي نشوفهم بالدار دابا نحرم عليها في سيدي جيرانها صبغات مع الإيمان ديالها هذا هو اللي علينا حنا بغينا نتهلاو فيها ونعظموها في سبيل الله سبحانه وتعالى ونخملوا لها الدار مرة مرة نطلع عليها في سبيل الله ما بغيت منها والو بغيت ندير الأجر الحاجة اللي طمع طمع خير طمع طاعة الأم كتعوض الأم كتعوض المهمة هي كلشي إلا خطات المهمة ما كاين والو أختي ما عندها لا ما ما عندها لا ضو ما عندها حتى حاجه كتضوي بالبوطه الصغيره وعند النفس يعني حنا بغينا حنا جيرانا بغينا نطلعوا نسوسوا لها وبغينا نخملوا لها ولكن ما بغاتش وهاد المره كي غتبقى غادي نوض لها الدود غيبقى حتى غادي تنوض لها الدود وكتضوي بوطه صغيره يعني ريسك على الموبل يعني شي خطره غادي نهد الله يحفظ لك ولدها الا كنتي اخويا كتسمعني حنا راه جيرانك شي شوف امك حشومه راه امك في واحد الحاله لا يرثى لها جيتيها للطبيب سمعتيني يا خويا تجي ديال الطبيب حاجه تكتب لها حاولنا ندخلوا ونقيو لها ولكن انا ما خلاتناش دابا عندها واحد النفس ما خلاتناش كتقول لك لا وليداتي من من ما نعذبكمش جبنا لها ان جبنا لها امره بان باش دير لها المينا ساعه ما بغاتش طاحت عليها حديده فهمتي ودابا ملي كنبغيو نقولوا لها امي حبيبه شنو خصك شنو ناقصك ما كتبغيش يعني احنا نطيبوا ونجيبوا لها ولكن ما كتبغيش ولدها الا كنتي كتسمعني راه امك في واحد الحاله لا يرثى لها جي شوف امك فهمتي راه حشومه عامين ومع 3 سنين ما كنتيش شتيها يمكن عالم بها الله ما عرفناش ولا عالم بك اخويا الله انا ما عارفاش ولكن اجي شوف امك ولا مرتك المهم انت العالم بك الله راه كاينه مرتك تجي تشوف عدوسه عندها غير بنيه الله يرحمها عندها 34 سنه ماتت غنقول لك وهي تتبغيني مسكينه تتحس بيا وحنينه تتقول لي انت حنينه وهادي وتنقول لي اللي خصك قوليها لي لقيتها شاعله البوطه والشماع وداك الشيء البوطه صغيره رجليها البوطه صغيره ولقيتها نشوف اش غنقول لك لقيت رجليها تنبلو وغادي بالماء دابا ما تتقدش كاع تزيد دابا ما بقاش تنوض لان طاحت وتهرست وهي رجليها كتبان بحال محروقه بحال محروقه واقيلا كلاوي ولا سكر ما عرفناش عمرها مشات للطبيب عمرها دار شي طبيب علاش دابا جبناكم بغينا باش نديوها للطبيب انا بغيت نتكلف بها ونديها للدار قالت لي بغات ولكن خفت نديها وماشي مسؤوليه شي حاجه وانا عندي مسؤوليه النمره ديال التليفون اللي تبغيو تحطوا باش الناس 076 73 76 79 بغينا نتعاونوا مع هاد المراه المراه مسكينه اليوم نمشيو ندوزو ليها ونعتنوا بها انا تتبقى فيا انا داكشي علاش درت المستحيل ما خصني كاع ندير واخا ما ساكناش في هاد الموبل ولكن نط قلت لهم ضروري نديروا لها شي حل